السلام الله عليكم، أهلا بحضراتكم في هذه الحلقة من برنامج الحوار الوطني اللي بنستمر فيه مع حضراتكم في مناقشة كل ما يستجد في هذا الملف الهام استعدادا لانطلاق حوار سياسي جاد بين مختلف القوى والأحزاب السياسية على طاولة واحدة من أجل التوافق على أولويات العمل الوطني بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان الماضي لكل القوى والأحزاب للحوار في خطوة هامة وحقيقية نحو الإصلاح السياسي. كمان هي خطوة في طريق بناء الجمهورية الجديدة اللي تتسع للجميع. تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلي شخصياً مع وعد بقيامي بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية. احنا لما اتكلمنا على ان احنا محتاجين نعمل حوار وطني، الحوار الوطني كان شامل، ما كانش في اتجاه محدد، لا نطرح كل القضايا وكل الجهات اللي عايزة تتكلم مش سياسي بس. الحوار الوطني معمول ليه؟ عشان نسمعكم وتسمعونا. ممكن نختلف او يبقى في خلاف فرق، بس ما بقاش اختلاف. مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، وهناقش في حلقتنا النهاردة أهم الرسائل اللي بيعكسها الحوار الوطني المنتظر انطلاق فعالياته قريبا، وكيف سنعكس على الحياة السياسية بشكل عام. أيضا هنفرد مساحات للإجابة عن الأسئلة التي تدور حول كيفية خلق حالة من الوعي العام بأهمية الحوار وقضاياه مع ضيفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس تحرير الأهرام العربي. برحب بحضرتك أستاذ جمال. أهلا وسهلا بحضرتك، نورنا وشرفنا. الله يخليك. أهلا بحضرتك. لو هنبدأ كلامنا عن أهمية الحوار في هذا التوقيت، وهل نحن كقوة سياسية في مصر مستعدة بشكل كافي لهذا الحوار؟ يعني خلينا نقول أنه الحوار في حد ذاته ده مكسب كبير للجميع، سواء القوى السياسية بمختلف أنواعها، الأحزاب، للشارع، للمواطن، لكل يعني فئات المجتمع. طيب هذا المكسب يجب علينا جميعا أن نستثمره للصالح العام للدولة. يعني جاءت الفرصة، خد بال حضرتك من حاجة، أن الحوار الوطني في مصر مختلف عن المبادرات الحوارات الوطنية التي تعقد وينادى بها في معظم البلدان والعواصم. ومهم نركز على الحكاية دي، لأنه دعوة السيد الرئيس في 26 إبريل العام الماضي كانت من لها أهداف سامية وصادقة، وهذه الأهداف تتعلق ب يعني لم الشمل السياسي. تمام، لم الشمل السياسي في داخل المجتمع وداخل الدولة، وكانت الكلام واضح بدون يعني ايه، بدون يعني اهداف معدة سابقا او سابقة التجهيز زي ما بيقول، ولكن هو الباب مفتوح امام كل القوى السياسية وكل الاحزاب وكل يعني اطياف السياسية. طيب الفرصة جات لهذه القوى السياسية وهذه الاحزاب وهذه الاطياف السياسية تستثمرها ولا لا؟ طب هل من الذكاء والفطنة أنها تستثمرها؟ نعم، بكل تأكيد أنه يعني ورقة لابد أن يتم العمل بها. ليه؟ لأن أنت لما تيجي تقعد مع حد من الأحزاب، رئيس حزب ولا وكيل حزب ولا أعضاء في حزب ما، يقولك والله إحنا محتاجين الدعم، إحنا محتاجين أنه يبقى لنا فرصة، محتاجين أنه، على فكرة كل الفرص موجودة وكل الأبواب مفتوحة، وإذا كانت على غير إطلاقها يعني مش لدرجة 100%، فأنا لو أنا عندي فرصة 60% أخليها 70، أشتغل عليها أخليها 80 لغاية لما أوصل للدرجة المنشودة. طيب ده محتاج إيه مننا إحنا كقوى سياسية أو أحزاب أو محتاجين التفعيل على الأرض، التفعيل مزيد وتكثيف للنشاط السياسي والحزبي، محتاجين إن يكون لدينا برامج مقنعة نقنع بها الرأي العام. لأنه يعني خد بال حضرتك من حاجة، يعني معرفة المواطن بالحزب
أو قدرة الحزب على تقديم معلومات ومعرفة للمواطن، فهي تقديم هذه المعرفة تمثل سلطة للحزب. إذا اقتنع المواطن ببرنامج الحزب أو القوى السياسية فهو بالتالي يستطيع اكتزابه إلى مساحاته. لكن احنا يا أستاذ جمال عندنا الحالة دي في مصر، وتوسيع يعني هقول لحضرتك وتوسيع. انا قصدي فكره البرامج وما يكتب بشكل جيد ومنمق في صوره جيده جدا، هل ده بيوصل للناس ولا البرامج اللي هي ما يقدم في الشارع يوصل للناس في القرى في الارياف وطبعا في المدن؟ طب ما انا ايه اللي يمنع الاحزاب من الشغل يعني؟ مش فاهم. اولا لا يوجد مانع للحزب، وبعدين ده موجود. السؤال لو انا قلت لك مثلا ده موجود بنسبه كبيره جدا يبقى انا يعني بتكلم كلام غير دقيق. هو مش موجود طبعا بنسبه كبيره، بنسبه كبيره مش موجود. طب ما هو الرقم اللي احنا بنقوله يعني على منذ فترات طويله انه انت عندك 84 حزب منهم 60% غير ليس لهم تمثيل في النيابي. طب يبقى اذا الاجابه هي بالارقام. واحد. اتنين، انه الانتقال من تاسيس الاحزاب كمساله ديكور وشكل سياسي لمساله الواقع والفعالية. ليه؟ لأن العمل العام هنا والأحزاب والقوى السياسية إذا حددت هدفها خدمة الدولة المصلحة العامة يبقى ده واجب وطني سينعكس على تحقيق المصلحة العامة، وفي نفس الوقت ستجني ثمار الأحزاب والقوى السياسية على المستوى الخاص حتى التواجد. فبالتالي إذا افتقدنا الهدف الرئيسي وهو دعم الدولة ومساندة الدولة، وهنا التفرقة يعني عدم الخلط ما بين الدولة وما بين السلطة. الدولة بمفهومها الواسع ملك لكل، ملك أرض وشعب ونظام حكم، ملك وسيادة، ملك للجميع من قوى سياسية لشعب، ل 105 مليون موجودين على أرض هذه المحروسة ملكهم الدولة بأقاليمها بسيادتها بحدودها بجغرافيتها بتاريخها، واخد بحضرتك. وبالتالي إذا أخلصت هذه القوة وهذه الأحزاب النية تجاه الوصول إلى نقطة خدمة الدولة يبقى إذن في مكاسب كبيرة جدا، يبقى هنا بتسير بالشكل الحقيقي. أنت بتعمل اتساق مع نفسك كحزب أو كقوة سياسية. هل حضرتك عايز تخدم العمل العام والدولة وتقدم شيء يفيد للدولة أم لا؟ إذا قدمت فأنت تتسق مع ذاتك ومع أهداف برنامجك. وعلى فكرة صدقني لو أي حزب أخلص النية في تقديم ما يفيد الجميع سيسانده ويدعمه. خد بال حضرتك. يعني ويعني افتكرت انا وبكلمك دلوقتي جمله في روايه كانت زمان اسمها ساحر الصحراء لباولو كويلو. جمله كده ممكن تغير حياه اي حد، وانك لو اخلصت الفكره العالم كله يتحالف معاك دون ان تدري لتحقيق هذه الفكره. خد بال حضرتك. وبالتالي هنا لما الأحزاب يعني تفعل مجهودها وتنزل على الأرض وعلى الشارع سيكون له مردود. طب هل ده متوفر لنا في أحزاب؟ بكل تأكيد بنسبة كبيرة لا. طيب احنا لو قلنا أكتر من 80 حزب زي ما حضرتك أشرت، في منهم حوالي 60 حزب غير ممثل تحت قبة البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ، المشكلة فين؟ المشكلة لأنه خد أنت يعني لازم تبقى واخد بالك أنه الإرادة السياسية ما توفرت الإرادة السياسية يعني توفرت النتائج. وإذا امتلكت هذه الأحزاب الإرادة ستصل للنتيجة المرضية. وخلينا نقول أنه ما نفصلش الحالة دي خلال يعني عن الأحداث اللي حصلت وغيرت المنطقة والإقليم منذ عام 2011. انت النهارده بتعمل الحزب بالاختار. يعني شوف كام حزب طلع في حاله السيوله السياسيه. يعني انت اي حد تيجي في دماغه فكره فيقول لك ايه انا هعمل حزب. كان زمان طبعا يقول لك ايه انا هعمل حزب علشان الاحزاب ممكن يتعين في مجلس الشيوخ او مش عارف ياخد دعم مالي او الى اخره، وكانت برضو حاجه هزيان ممتده، واخد بال حضرتك. لكن لما جت بعد 2011 غيرت الشكل وخريطة التعامل السياسي والتفاعل السياسي من الأحزاب والقوى السياسية، فأصبحت يعني أشبه صدقني يعني كل واحد ممكن تطلع في دماغه كل طلعة شمس يصحى من النوم يقول لك والله أنا هعمل حزب، هأسس حزب. فبالتالي فقد يعني اقتربت من فقدان جوهرها.
جوهر الفكرة وجوهر المعنى، واخد بال حضرتك؟ فهذه السيولة السياسية الآن بتلقي بظلالها على الشارع. طيب السؤال الأهم، لو سألت أي واحد من الأحزاب، كل هذه الأحزاب، هل تم منعك من حاجة؟ هل قدمت مبادرة وحد وقفها لك؟ هل ليك نشاط وحد وقفه لك؟ طب ما هو خد بالك من حاجة برضو، إنه لازم نفرق بين حاجتين، الهدف الأسمى والمنشود لهذه الأحزاب وهذه القوى السياسية، والعمل الثوري اللي ممكن يكون محفوف بفوضى تتمرد على القوانين الحاكمة. خد بالك احنا لازم نفرق بده. وبالتالي هنا تلاقي إجابة كل الأحزاب عن هذه الأسئلة لا ما فيش حد. طب لماذا أنت قابع داخل مكتبك في شقتك في غرفتك اللي فيها الحزب اللي مجرد مسألة ورقية وديكور؟ وبالتالي طب إذا أنت ارتضيت هذا هذه الفكرة وهذا الحال وهذا الأداء، يبقى إذا يعني لن يكون لك مساحة من أنت اللي بتصنع مساحتك. خد بالك النقطة مهمة يا أستاذ جميل. يعني هل ده مطروح داخل النقاشات في الحوار الوطني؟ 100%. طب شوف أنت خدتني لحاجة مهمة جدا، لأنه أنا لما أكلمك مثلا عن المحور السياسي، المحور السياسي ونفتكر مع بعض لجنة الأحزاب السياسية على سبيل المثال، أولا في لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي اللي متعلقة بالنظام الانتخابي وقانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ والإشراف القضائي وعدد أعضاء المجلسين والتفرغ لعضوية المجلسين وهكذا. تيجي بقى للنقطة اللي حضرتك بتتكلم عليها، لجنة الأحزاب السياسية، قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، دي واحدة. اثنين، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب. يبقى إذا أنت حضرتك لمست حاجة مهمة جدا تتكون من محور تحت منه ثلاث عناصر رئيسية، واخد بال حضرتك؟ بهدف إيه؟ بهدف الوصول إلى صيغة للأحزاب، بحيث أنه ممكن على سبيل المثال أنه ممكن رأي يقول لك إيه؟ والله الحزب اللي ملوش تمثيل يلغى، يتم تجميد أعماله أو يجمد أو فترة انتقالية، مرحلتين انتخابات مثلا، دورتين، اللي مش هيمثل شكرا مثلاً. وبالتالي هنا بتوسع إيه؟ بتوسع مساحة المشاركة للأحزاب الفاعلة الحقيقية، وهنا بتفرق ما بين الأحزاب الفاعلة والأحزاب غير الفاعلة، وتدي مساحة مشتركة لدمج أحزاب، لعمل تحالفات، يعني تحالف الأحزاب المصرية وهم 40 حزب الأمين ومن نائب تيسير مطر على سبيل المثال، أو الحركة المدنية وهي مشاركة في مجلس أمناء وممثلة بقوة ولها دور كبير جدا في الحوار الوطني، وينضوي تحتها حوالي 12 حزب، واخد بحضرتك؟ فأنت أمام فرصة تاريخية، أنت على يعني خطوة إذا تم استثمارها بشكل حقيقي سيحدث انفراجة كبرى في المشهد السياسي وفي الملف السياسي وفي الشارع السياسي. وإذا كان خد بال حضرتك من حاجة، طب إذا أنت في الحوار الوطني وعندك مجلس أمنا، دي أنا بعتبرها بروفة للتعامل فيما بعد على نطاق أوسع. طب هذا مجلس الأمن اللي فيه ناس مختلفة في كل الآراء وتنتمي لمعظم الأحزاب وكذا ومستقلين وغيره، نجحوا في أنهم يتوافقوا على الرؤية ويتوافقوا على المسارات المتعلقة بالمحاور الثلاثة، السياسي والاجتماعي والاقتصادي. إذن هذه التجربة يمكن نقلها بشكل حقيقي جدا وتوسيعها بين الأحزاب والقوى السياسية، ومن خلال النقاشات التي تحدث داخل جلسات عندما ينطلق الحوار الوطني. طب نجحنا في تشكيل هذا المجلس، مجلس أمناء الحوار، بهذه الصيغة اللي حضرتك شرحتها من شوية، من كل التيارات والقوى. هنعمل برضو الإسقاط على الأحزاب نفسها. هل الأحزاب المصرية، وده كان الجزء الثاني في سؤالي في البداية، مستعدة لخوض غمار هذه الجلسات المقبلة إن شاء الله؟ من هذه الأرضية اللي حضرتك شرحتها. شوف احنا خد بال حضرتك، التجربة كاشفة، التجربة كاشفة بكل تأكيد. وبالتالي يعني الجادين وأصحاب الإرادة سيتقدمون، ولا أحد يزايد عليهم ولا أحد يستطيع منعهم، لأنه في مبادئ عامة ثابتة، في أهداف عامة
داخل هذه المبادرة وداخل هذه الفكرة وداخل مجلس الأمناء تتعلق بعدم وجود خطوط حمراء على الإطلاق، على الإطلاق، بل أنها إيه؟ كلها مكاسب لهذه الأحزاب وهذه القوى السياسية، تمام؟ وبالتالي هنا لما نيجي نقول إنه هل هم جاهزين، هي الفرصة سانحة، في جاهزية بشكل كبير جدا، خليني أقول لك بشكل كبير جدا للانطلاقة وللمشاركة ولتقديم المقترحات وتقديم الآراء ووجهات النظر التي تعبر عن أصحابها، سواء يعني مختلف التيارات السياسية، سواء المعارضة أو المستقلين أو غيره أو غيره. وبالتالي هنا الفرصة في انتظار من يتقدم إليها، الفرصة للي جاهز، أي حزب جاهز، أي قوة سياسية جاهزة هتشارك، وانعكاسات ونتائج ومخرجات الحوار الوطني في الفترات المقبلة قطعا ستكون جادة بنسبة 100%، هذا ما أكد عليه السيد الرئيس، تقدم لي شخصيا، وزي ما حضرتك أزعت نص المبادرة أو إطلاق المبادرة لإحالتها للجهات المعنية أو لتنفيذها، أو سواء تشريعية أو تنفيذية، واتخاذها بعين الجدية. طيب اللافت هنا كمان اللي أنا عايز أقوله لك، على هذه القوى السياسية وعلى الأحزاب جميعها تدرك جيدا أن الشارع ارتبط معنويا بفكرة ومشروع الحوار الوطني ومبادرة الحوار الوطني، وينتظر منه الكثير. وبالتالي السؤال هنا، هل علينا خذلان الشارع السياسي؟ طب انت راجل بتقول انا مع الناس ومع الشارع، واديني الفرصه، واديني الفرصه، اديك مع الشارع ومع الناس والفرصه قدامك، والشارع كاشف، والشارع كاشف. طيب هتشارك بقوه، وهتشارك باراده، وهتشارك بمشروع عمل في مختلف القضايا، انت كده بتخدم الدولة المصرية، ما بتخدمش حد على فكرة. يعني فكرة ايه؟ ما بيخدمش حد، اقصد بتخدم الدولة اللي حضرتك كيان جزء منها. يعني الفكرة مش فكرة نظام حاكم او ادارة حاكمة او سلطة، لا، الحوار هنا اطرافه جميعا شركاء، لانه ده مشروع وطني، مشروع للدولة بشكل عام. واذا انت كنت مثلا لديك ملاحظات من الممكن ان تقولها في غرف مغلقة، لا، الحوار الوطني بيفتح لك على الهواء مباشرة وعلى أمام وسائل الإعلام، ويقولك اتفضل قول ملاحظاتك، ادلو بدلوك، ادلو بدلوك من أجل خدمة هذه الدولة ومن أجل تقديم ما تملكه، وأيضا على المسار الآخر المساحة مفتوحة قدامك والطريق ممدوح قدامك للمشاركة في سياسيا، للمشاركة اقتصاديا، للمشاركة مجتمعيا. طب إذا أنت مشغول حتى، ما انت في جزء انشغال بالمواطن اللي هو عنده مطالب اقتصادية، وفي جزء مشغول لدى الأحزاب بالسياسة المتعلقة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النسبي للأحزاب ولجنة المحليات وحقوق الإنسان والحريات العامة وهكذا. طب ده موجود أيضا، إذا أردت أن تكون حتى ممثلا وتحرص على مصلحتك، لأنه لابد هنا من إيه؟ شوف اللحظة اللي بيمر بها الحوار الوطني وبيمر بها مصر تحتاج إلى المصارحة والمكاشفة. لابد أن تتصق مع ذاتك، كل شيء في الدولة على الترابيزة. الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما يتحدث في خطبه وكلماته يتحدث بالأرقام، وحتى ارجع معايا مثلا من كام يوم، آخر حاجة كانت في مصر قبل سيادته زيارة الهند وأذربيجان النهاردة، كان في احتفالية عيد الشرطة. وعيد الشرطة تحدث بفكرة إيه؟ إنه الحوار الذي اتسب بالمكاشفة والوضوح والمصارحة بينه وبين المصريين، هو كالعادة بالمناسبة فأي مناسبة الرئيس بيطلع أحدث يا جماعة الوضع واحد اثنين ثلاثة أربعة. أنا بقول أحدث خطاب للرئيس في الشهر الأخير يعني، أو أحدث كلمة، وبالتالي تضمنت المصارحة والحوار المباشر مع المواطن. طب قول لي انت ازاي عايزين نعمل تنمية وما نعملش بنية تحتية، وما نعملش اقتصاد، وما نعملش استثمار؟ ازاي نجيب المستثمرين وانت عندك بنية هشة منذ ما يقرب من نصف قرن؟
ما هو احنا برضو هذا الكلام وهذا الخطأ الحوار مع المصريين على القوة تعرفه بالمناسبة هنا القوة السياسية تعرفه مش محتاجة ان حد وعلى ارض الواقع تعرفه لكن احنا في هذه اللحظة نقطع اشواط الامام ام نقدم سلسلة من المطالب واحنا عندنا فرصة تاريخية اسمها الحوار الوطني ولازم نشارك فيها ولازم نقول مطالبنا فيها. نقطة مهمة بقى في هذه النقطة بالتحديد، هل الأحزاب السياسية هتعلي المصلحة العامة لمصر على فكرة بس شكل القوائم وشكل الانتخابات وشكل هو ما يخص الأحزاب؟ شوف خلينا نأكد على وطنية كل الأحزاب. طبعا لا نشكك في أحد. تمام وطنية كل الأحزاب، وخليني برضو أقول لك إنه بأمانة شديدة جدا من خلال معاشرتي في مجلس الأمنة لي العشرة الطويلة مع نماذج ورموز من الحركة المدنية ربما تحدث بعض الاختلافات في وجهات النظر لكن تظل نقطة الارتكاز هي الأرضية الوطنية. خد بالك الأرضية الوطنية وأيضا الأحزاب الأخرى بقية الأحزاب الأخرى. لكن هنا اللحظة شوف أي شيء ممكن يتعمل إذا توفرت حاجة واحدة بس الإرادة. الإرادة هي الامتحان قدام الدولة وهذا أقول لك بأمانة لن يرحم التاريخ أحد. الفرصة جت، ماذا تقول للتاريخ وماذا تقول لحوار وطني هو معني بالأساس بالمستقبل. يعني أنت الحوار الوطني لا تحل مشاكل ماضي ولا حاضر ولكنك تأخذ خطوات تستشرف المستقبل كبرى للبناء الصحيح نحو المستقبل من أجل الأجيال القادمة ومن أجل أن تكون هناك دولة فاعلة في وسط متغيرات كبرى ومتسارعة ما يحدث. خد بال حضرتك يعني افتح قوس كده ما يحدث الآن في الدولة المصرية بشكل حقيقي وبشكل واقعي قياسا بالمتغيرات العالمية الكبرى. لا أنت بطل، الدولة المصرية قوية وراسخة وثابتة وبتصعد في عالم متغير. العالم بيخطب بيسابق نفسه على العالم يخطب ود والإقليم القريب بالتحديد طبعا المنطقة والإقليم والعالم يخطب ود الدولة المصرية لما لها من قيمة تاريخية في الحاضر وفي وأيضا تصل بنا إلى المستقبل. وهنا لابد أن ندرك ذا والقصص عليها أن تدرك ده. ولكن هنا لما نيجي نتكلم عن فكرة أنه الحوار الوطني هل هيحقق كافة الأماني والطموحات للمصريين خاصة أنه يعني الحديث عن الحوار أصبح في المقاهي والأندية والمدارس والجامعات والعمل وغيره وبالتالي أصبح حديث مشترك يضرب به المثل في انتظار الحوار الوطني، متى ينطلق الحوار الوطني، نحن نعلق الأمال على الحوار الوطني. الإنجاز المنتظر من الحوار الوطني هو كثير جدا، في بعضها تحقق وهو أنك يعني بتفتح الأفق غير المسبوق. حضرتك اتكلمت في نقطة مهمة جدا يا أستاذ جمال أنه الإرادة السياسية هي الأساس. النهاردة رئيس الدولة بنفسه هو اللي دعا للحوار ورئيس الدولة بنفسه بيتابع هذا الحوار والمخرجات ستعرض عليه. ايه اللي عاوزينه تاني بعد كل هذه الاراده وكل هذا الاداء القوي من القائمين على اداره الدوله؟ اسمح له الاجابه بعد فاصل قصير. ممكن قبل الفاصل، الاراده هنا مقصود بها اراده القوى السياسيه والاحزاب. طيب بعد الفاصل هنكمل فكره الاراده السياسيه لدى الاحزاب المصريه، الى اي مدى ستنتهز الاحزاب هذه الفرصه لتقدم اوراق اعتماد لدى الشارع المصري؟ فصل ثم نكمل هذا الحوار. برحب بحضراتكم من جديد وإليكم هذا الخبر. وفي إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة 71 قام وزير الداخلية محمود توفيق بأداء صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة وذلك بحضور وزير الأوقاف مفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة وعدد من قادة وضباط الشرطة والقوات المسلحة.
ألقى الخطبة وزير الأوقاف وتناول خلالها تضحيات رجال الشرطة في سبيل حفظ أمن واستقرار الوطن، وأكد على أهمية ما قدمه رجال الشرطة من بطولات وتضحيات فداء للوطن ما ساهم في حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد، ومؤكدا على أهمية ترسيخ تلك المبادئ والتضحيات لدى النشأ لإعداد أجيال تعي قيمة الوطن وتسهم في الحفاظ على استقراره وسلامته. كذلك وجه وزير الأوقاف التحية لشهداء الوطن من الأبطال من رجال الشرطة والقوات المسلحة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته والمصابين الذين ضحوا ولا زالوا يضحوا في سبيل الوطن. كما وجه التحية لأبناء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة وأسرهم وجميع فئات المجتمع الذين يواصلون الجهد والعطاء والتضحية لأداء رسالتهم العظيمة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن. طيب بنكمل حوارنا وبرحب مرة أخرى بالأستاذ جمال الكشكي الكاتب الصحفي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس تحرير الأهرام العربي. برحب بحضرتك مرة أخرى. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني قبل الفاصل كنا بنتكلم في فكرة الإرادة، الدولة أبدت الإرادة بشكل واضح في دعوة السيد الرئيس بنفسه لعقد هذا الحوار، هل هناك إرادة، كان هذا السؤال، من الأحزاب؟ ده ما يعني ما نؤكد عليه. الإرادة كانت واضحة منذ يعني إرادة الدولة والقيادة السياسية كانت واضحة في لحظة انطلاق المبادرة والتعهد بوصول بتبني المخرجات والنتائج. فيما يتعلق بالإرادة اللي كنت بقصدها قبل الفاصل هي تتعلق بإرادة الأحزاب والقوى السياسية كلها، لأنه يعني لا الحوار يعني حل، لا حل في أي ملف منتظر بدون إرادة. عندما تتوافر حتى الإرادة المعارك العسكرية تنتهي بالجلوس على طاولة التفاوض. شوف يعني مش عايز أربط حاجات، لكن الثابت على الواقع أنه إرادة الأطراف في أي حرب زي ما أنت بتقول أو خلافات في القوى السياسية أو العواصم الموجودة أو العواصم التي تصدعت خلال الفترات الماضية لا تزال رهن الإرادة وجدية الإرادة، وبالتالي هنا الإرادة هي الخطوة، هي المفتاح للوصول إلى النتائج والمخرجات. لأنه لو سألتني هنا تقول لي طيب يعني هل في ضمانات للوصول لمرحلة الإرادة أو لتحقيق الإرادة ثم الجلوس على الترابيزة للنقاش، هقول لك والله ما تحقق خلال الفترات الماضية. تستطيع كل القوى السياسية المشاركة والممثلة في مجلس الأمناء أن تتحدث عنه، لا توجد ولم يتعرض أحد لمصادرة في رأيه أو اقتراح أو ترشيح مشارك أو 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 موضوع أو ملف أو غيره. واحد. اثنين، لما نتكلم عن قرابة 1200 أو 1100 وشوية من المفرج عنهم لجنة العفو الرئاسي، سواء المحكوم عليهم أحكام قانون نهائية والرئيس يستخدم حقه الدستوري، أو سواء المحبوسين احتياطيا والنيابة العامة تتولى مراجعة ملفاتهم. فبالتالي أنت يعني أي مكسب وأي يعني ماذا تنتظر من إشارات مبشرة؟ الحوار لسه ما بدأش وفي ثمار بالضبط. يعني أنت ماذا تنتظر من إشارات مبشرة أكثر من ذلك؟ طب ماذا تحمل الأيام المقبلة بعد أن ينطلق الحوار وتكون هناك الهمة الوطنية في النقاش والتفاعل في مختلف المجالات؟ لنخد بالك من حاجة، لما أنت تيجي تكلمني مثلا تقول لي والله ده أنا بقول لك يا فلان عندنا مثلا ميزانية الدولة 2.2 تريليون، ده احنا المفروض نحط مثلا 60% للصحة و40% وانت توزع بشكل ايه؟ يعني محتاج الى حكمة علمية. لا، محتاج الى خبرة علمية. خد بالك، غير لما تقعد معايا انت بتتكلم كده في الهواء الطلق، غير لما انت تقعد معايا على الترابيزة وتلاقي هنا واحد خبير اقتصادي، واحد من مالية، واحد عنده خبرات متراكمة، وحط الارقام وحط المؤسسات الدولة قدامه ويقول لك لا، في الاخر من الممكن انه تجد انه اللي بيحصل هو اللي صح. ليه؟ لانه انت وعشط دائما
بتطلق التنظيرات والنصائح. شوف اللي بره الموضوع صاحب يعني دائما حكيم، خد بالك دائما اللي بره الحكايه يديك وصايا ونصائح ويتسم بالحكمه الشديده. طب خدتنا نقطه مهمه يا استاذ جمال. هل الاراده والنجاح وهذه الحكمه مقرونه بالوعي لدى المشاركين ولدى الشارع؟ شوف المشاركين طبعا القوى السياسيه 100% المفترض ان يكون لديها وعي سياسي ووعي بالمجتمع ومتابعين ووعي بمشكلات البلد ووعي بمشكلات المجتمع. لكن انت امام الوعي هل تنصف الوعي اللي عندك في التعاون مع القضايا ولا بتعمل نفسك مش واخد بالك؟ ده واحد. قصدي حضرتك بتتعامل بتجرد مع الوعي، ما انت في الاخر بتنصف الوعي يعني عندك وعي وعندك معلومات وعارف الوضع. طب هل بتتعامل معها بشكل حقيقي ولا لا؟ اثنين، فيما يتعلق بوعي المواطن يعني انت عشان توعي المواطن بمبادره زي الحوار الوطني خد بال حضرتك هناك عشرات المؤتمرات والندوات اللي تمت وعقدت في المحافظات وشرحت فكرة المبادرة والتقت بالمواطن وكتبت تقارير مهمة لمجلس الأمناء والأمانة الفنية عن مطالب المواطن ونزلت له على أرض الواقع واستمعت ليه وبالتالي انت بتبذل مجهود. لكن هل الوعي لدى المواطن في الحوار الوطني أو بقية حتى القضايا والمبادرات سواء المتعلقة بحياة كريمة أو الإجراءات الحمائية أو إلى غيره أو ما تقوم به الدولة هو وعي كافي؟ أقدر أقول لك لا، إحنا محتاجين بشكل حقيقي إنه يعني يكون في شغل على فكرة الوعي وتصحيح المفاهيم بشكل أوسع وبشكل أكبر انطلاقا من القرية والنجع والعمدة والمحافظ والوزير والوسائل الإعلام والمثقفين والنخبة ورجال الأعمال وكل فئات المجتمع. لأنه هنا اللحظة تحتاج بشكل كبير الوعي. خد بالك ما هو غياب الوعي اللي جاب لك الإرهاب مش كده ولا إيه؟ غياب الوعي اللي قاد الأفكار الظلامية ووصلها لأنها تحكم دولة حاضرية مثل مصر لمدة سنة. غياب الوعي أنه يخليك يقنعك بمعلومات مزيفة وكذب وتزييف وتزوير على أنك تقدم على خطوة مش في صالحك أصلا. اسمح لي استاذ جمال، هنروح للجنة مهمة وأيضا مقرونة بالوعي. لجنة مهمة ضمن لجان الحوار الوطني هي لجنة القضية السكانية. هنتعرف أكتر عن أهم ملفاتها وأولوياتها مع ضيفتي عبر الهاتف الأستاذة نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني. برحب بحضرتك يا أستاذة نيفين. أهلا بحضرتك. حضرتك عارف طبعا أن الزيادة السكانية ليست وليدة هذه اللحظة ولكنها نتاج ثقافة ووعي زي ما الأستاذ جمال كان بيشرح من شوية ترسخت في ذهن العديد من المواطنين. كيف يمكن تغيير هذه الثقافة وهي في الحقيقة مهمة صعبة؟ طبعا هي مهمة صعبة، لكن أعتقد أن علينا أن احنا نشتبك مع مسببات هذه الثقافة. يعني بما معناه أو المقصود، لماذا يلجأ المواطن المصري والمواطنة المصرية إلى تعدد مرض الإنجاب؟ والحقيقة أن الأسباب وراء الزيادة السكانية هم نوعين من الأسباب، أسباب اقتصادية وأسباب ثقافية. وفي الحالتين احنا محتاجين أن احنا نتعامل مع المسببات، كلا النوعين من المسببات. طبعا في أسباب ثقافية اللي هي ميالة لفكرة الوعي، كما يعني لاحظت المداخلة الأخيرة من الضيف في الحلقة اللي هي ما يتعلق طبعا بالأسباب الثقافية. هناك إحساس لما يتخلف كتير ده يديك عزوة، لما تخلف كتير يدي الإحساس بالأمان الاجتماعي، لما تخلف كتير يبقى عندك ولد، يبقى الولد ده سند لأسرته ولأخواته في غياب العائل. برضو الأولاد ممكن يكونوا مصدر للرزق في بعض الثقافات، يعني مش بعض الثقافات، في الثقافة الريفية، الأسر الريفية بشكل عام والقطاعات الزراعية، الأسر قطاع الزراعة. وبالتالي المشابهات الثقافية دي ممكن نحن نتعامل معها بالقطع بأن زود إحساس المواطن بالأمان الاجتماعي، فربما هذا أو من شأن هذا أنه يغير رؤيته لفكرة العزوة. أن أنا لما يكون عندي ضمانات اجتماعية وحماية اجتماعية وخدمات اجتماعية وتأمين اجتماعي، ده من شأنه أني يشعرني بالأمان، بالإضافة أنه ممكن يخلق لي طموحات مختلفة من شأنها أن أنا أكون عضو فاعل منتج وغير مستهلك للمجتمع. طبعا المشابهات الاقتصادية أيضا هي يعني في تقاطع وتداخل مع المشابهات الثقافية. يعني طول ما في
ضعف في عملية التنمية في المحافظات الأعلى إنجابا طول ما هيكون المواطن ميال للإنجاب. القيادة السكانية وفقا للكتب الاجتماعية ووفقا للمتابعات والقراءة فيها أستاذ محمد، هي ليها علاقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية. كل ما تطور الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري والمواطنة المصرية، كل ما تدفعهم بنفسهم دون أن يكون إرغاما عنهم يعني إن هم ياخدوا خيارات إنجابية أقل. بالتأكيد كمان القضية السكانية ما هيش بس فكرة الزيادة السكانية، وإن كنا يجب أن نلتفت دائما لها، لأنها طبعا إن لم تناسب خطط التنمية وموارد الدولة هيبقى عندك عبء، يعني هيبقى دايما أنت شايف الزيادة السكانية معوق لي إن يبان ثمار التنمية، إن يبان جهود التنمية، إن الناس تحصد عوائد التنمية. لكن هناك جوانب أخرى مهم إن إحنا نلفت النظر إليها، ما يتعلق بوسائل تنظيم الأسرة وواقع الصحة الإنجابية للمرأة. ودي مسألة مهمة جدا إن إحنا نفتح الحوار عليها. هل وسائل تنظيم الأسرة متوفرة؟ هل متوفرة في المحافظات الأعلى إنجابا؟ لماذا المحافظات الأعلى إنجابا هي أعلى إنجابا؟ أنت معدلات الإنجاب بتزيد محافظات الحدودية وفي منظمات وفي طيب محافظات. أستاذة نادين، يعني ما تفضلت بيه حضرتك وطرحتيه من أسئلة مهمة، هتترجم إزاي في مهام تكون على رأس أولويات عمل اللجنة الفترة المقبلة؟ شوف، اللجنة القضية السكانية لديها أربع محاور، كل محور غني وثري بالنقاط النقاش اللي فيه واللي ممكن يتعمل له تدخلات مختلفة تراكم على الجهود اللي موجودة حاليا. لأن بالقطع يعني إحنا أميالين إن يكون في بناء على ما هو يتم على الأرض فعليا من جهود الدولة الرسمية وجهود القطاع الأهلي على فكرة، وجهود القطاع الخاص اللي عنده إحساس بالمسؤولية المجتمعية أيضا. وبالتالي إحنا عندنا أربع محاور، هنشوف لما إن شاء الله تتم جلسات الحوار نشوف إزاي إحنا نراكم على اللي موجود. أولا محور خاص بتشخيص القضية السكانية، لماذا أو تشخيص تحديدا الزيادة السكانية، لماذا مصر دائما تعاني من الزيادة السكانية، لماذا دائما عندنا شكاوى من تعداد الناس، رغم أن على فكرة بقراءة الإحصائيات هناك تذبذب على حسب مراحل مختلفة، فإمتى بتكون الزيادة السكانية منحصرة وإمتى الزيادة السكانية بتمتد. دي حاجة، ده محور. في محور تاني خاص بتنمية الأسرة وتنمية وتنظيم الأسرة، يعني الأسرة نفسها، ما يتعلق بكبر السن، ما يتعلق بالمرأة، ما يتعلق بالشباب واليافعين، ما يتعلق بالطفل، بصحة الطفل، ما وتنظيمها، ما يتعلق بالصحة الإنجابية والصحة الجنسية، وما يتعلق برضو بفكرة النفاذ للخدمات الصحية ومعوقات النفاذ للخدمات الصحية. هناك محور ثالث خاص بالخصائص السكانية، دعونا نتحدث حول معدلات التعليم، معدلات الصحة، الأمراض الوبائية، الأمراض المتعلقة بالبيئة، أمراض الفقر، والتدخلات اللي ممكن نعملها عشان يكون عندنا مواطن متعلم وصحي وقادر أن يكون شريك في عملية التنمية. المحور الرابع ما يتعلق بإعادة توزيع السكان، لأن بالقطع جزء من اللي بيحسسنا بالزيادة السكانية هي وجود الكثافات العالية في مناطق جغرافية بعيدة. تحديدا انت موجود حوالين نهر النيل كما نعلم يعني، وبالتالي انت محتاج تشوف خريطة مصر بشكل افقي اكتر ما انت شايفها بشكل رأسي. تزود توزيع السكان، تشوف ايه الفرص انك تعمل مصالح للسكان في مناطق جديدة، بحيث انك تعمل وحدات عمرانية جديدة او سياسات من العمران الجديد اللي بيلبي الاحتياجات وبيخلي المواطنين شايفين ان العمران الجديد يلبي احتياجاته فيكون جاذب وليس طارد. أشكرك شكرا جزيلا أستاذة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، كنت معها هاتفيا من القاهرة. مستمرون في هذه الحلقة ولكن بعد فاصل قصير. مرحبا بحضراتكم في هذا الجزء الأخير من هذه الحلقة. طبعا بجد ترحيبي بضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، رئيس تحرير الأهرام العربي. أنا بحضرتك جمال. أهلا بحضرتك. يمكن كان مداخلة مهمة للأستاذة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، حول الزيادة السكانية. وقبلها كان حضرتك بتتكلم عن الوعي، أعتقد الفكرتين عملة بوجهين، عملة واحدة بوجهين. شوف يعني الـ الوعي ليه يعني القضية السكانية مرتبطة بشكل كبير جدا بالوعي. القضية السكانية
أو السكان في الدولة هم أحد عناصر القوة الشاملة للدولة. وده كلام يعني لابد أنه طبعا من المؤكد أنه الدولة حطها في الاعتبار. ولكن أنت النهاردة لما تيجي تقول ببساطة شديدة جدا كل 15 سنة عندك طفل، لما تقول 20-30 بالمعدلات هيكون عندك حوالي من 130 ل 135 مليون. طيب انت لو عندك مثلا ميزانية بتعملها ميزانية شخصية لحضرتك في البيت عندك، بتقول والله انا عندي طفلين بصرف عليهم في المدارس بعرصد لهم 10,000 جنيه مثلا، وفجأة بقى 4 وانت اللي عندك 10,000 او 12 خلاص هتفلت منك. وبالتالي ايه عدد السكان ده الحاجة الوحيدة اللي بتاكل التنمية اللي بتحصل. بتاكلها ليه؟ لانه انت امام الزيادة السكانية، بتكلمني في 2 مليون سنويا، بتكلمني في خدمات بقى انعكاسات بقى عليهم في الصحة وفي التعليم العالي او التعليم الجامعي او التعليم الابتدائي ما قبل الجامعي الاساسي يعني، او عندك في المشروع زي اللي انت بتشتغل فيه زي التأمين الصحي، التأمين الصحي الشامل وانت عامل له تصور ما. وبالتالي هنا ده مش معناه انه هو انت بتدور على صيغة حاكمة للتنظيم من اجل مصلحة الاسر نفسها، من اجل مصلحة المواطن نفسه. خد بالك ارسطو ليه مقولة مهمة جدا، انه الزيادة السكانية دي قطعا تقود الى الفقر، والفقر قطعا يقود الى الفوضى. طب احنا بنصنع الفقر بايدينا وبنصنع الفوضى بايدينا. طيب واحد يقول لك والله ده انا يعني ده بينعكس على ايه؟ كل ما تزيد العماله بتقل المرتبات في القطاع الخاص والقطاع العام، لانك انت عايز توفي باكبر قدر ممكن، ترضي اكبر قدر ممكن من الناس، فبالتالي بينعكس على الاجور والمرتبات. طب يبقى في طلب كبير على الاسكان، فبرضو انت النهارده ارتفاع الاسكان بيعلى انعكاساتها في كل المجالات. وبالتالي هنا طيب كمان هنا تقول لي طب ازاي انا بقول لك ده عنصر من القوه الشامله للدوله المصريه وفي نفس الوقت انت متبني فكره ايه تنظيم الاسره وضبط ايقاع السكان وعددهم المتزايد؟ ده كلام متناقض، ده مش متناقض. طب احنا في عصر مختلف وفي ظرف مختلف، لما تكلمني في زمن عنوانه الريبوتات طب يبقى انت هنا في المقابل انه فيه مهن كثيرة جدا ستتوارى وستقل، وبالتالي تصبح او يصبح البقاء للكيف وليس ايه الكم. وبالتالي هنا من غير المعقول انت يعني تدرك تماما انه او الناس عليهم ادراك انه الزيادة السكانية المفرطة بتاكل التنمية المستدامة، بتاكل المشروعات. انت يبقى همك طول الوقت مش انك تعمل جودة بقدر من انك همك توفر الحياة الكريمة لكل هؤلاء. وبالتالي هنا ما حدث هنا، خد بال حضرتك هذه المرحلة وهذا العصر وهذه الظروف وهذه الفترة بتدفع فيها ميراث سنوات طويلة جدا للدولة المصرية، لانه لا يوجد قانون حاكم في مصر لمسألة ايه تنظيم الأسرة. هل ربما نشهد ده من خلال نتائج الحرارة؟ كل السيناريوهات مفتوحة، كل السيناريوهات مفتوحة، لأنه هذه القضية زي ما قالت لك الأستاذ نيفين مقررة اللجنة مفتوحة على النقاش، وفي دول لها تجارب ناجحة وكبرى فيما يتعلق بهذا السياق، لأنه الهدف من حل هذه القضية هو مصلحة المواطن نفسه. وده بيتطلب إيه بقى؟ حتى ما هو خد بال حضرتك انت ممكن تعمل قوانين وتعمل تشريعات، ولكن الاهم يظل النقطه اللي كنا بنتكلم عليها، الوعي وكيفيه يعني تطابق المشروع والهدف مع وعي المواطن نفسه لتصل للنتيجه المرجوه. وصلنا بهذه المعلومه لنتيجه نهايه هذه الحلقه، يعني لدي اسئله كثيره جدا وملفات كثيره مطروحه. ماشي، الوقت مع حضرتك بيمر بسرعه جدا يا استاذ جمال، اشكرك شكرا جزيلا. انا بشكرك من نهايه هذه الحلقه. كل الشكر للاستاذ جمال الكشكي عضو مجلس امناء الحوار الوطني، رئيس تحرير الاهرام
العربي كان ضيفا عزيزا علينا في هذه الحلقة. تقبلوا تحيات فريق عملها وهذه تحياتي محمد الرميحي، سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته.